واحنا بنحتفل باليوم العالمي للشباب كان لازم نعرفكم على رحلة واحد من أهم الباحثين والمبتكرين المصريين اللي نجحوا بمشاريعهم وأبحاثهم في الوصول العالمية، من كلية العلوم جامعة المنيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية. الدكتور طارق عبد العزيز الباحث في جامعة تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية اللي قدر يحصل على جائزة التميز البحثي في الولايات المتحدة الأمريكية على مدار سنتين ورا بعض. رحلة علمية استثنائية بدأت زي ما قلنا من كلية العلوم في جامعة المنيا ووصلت لأعلى قمة الطموح في الابتكار والبحث العلمي. تفاصيل أكتر معانا الدكتور طارق اللي منورنا دلوقتي من الولايات المتحدة الأمريكية. صباح الخير يا دكتور طارق. صباح الخير يا أستاذ مصطفى، إزي حضرتك؟ أهلا بيك منورنا، ويعني إحنا النهاردة في اليوم العالمي للشباب، وأنت ربما أحد النماذج المضيئة والمبهرة والمشرفة للشباب المصري اللي قدرت إن هي من علوم المنيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وعدد من الجوائز اللي بتشرف مصر وبتشرف الشباب المصري. تقدر تقول إيه للشباب المصري أو تقدر توجه رسالة للناس اللي عايزة يبقى عندها طموح في اليوم العالمي للشباب، تقول لهم إيه يا دكتور؟ الحقيقة أولاً شكرا جزيلا للاستضافة على قناة التلفزيون المصري، ودي حاجة شرف كبير لينا إن احنا نكون على الشاشة الرسمية للتلفزيون المصري. وطبعا حضرتك لما بتتاح لنا الامكانيات كمصريين بيحصل ابداع كبير جدا، واحنا محتاجين اي شاب لازم يكون فيه طموح، لازم يكون عندك طموح ان انت توصل للهدف بتاعك. دايما في الاول حدد الهدف انت عايز تعمل ايه، ودايما تسعى بالهدف، ما فيش حاجه هتمنعك ان انت تحقق هدفك يعني. وخاصه كاحنا كشباب مصريين دايما عندنا الانرجي والباور ان احنا نقدر نوصل لاهدافنا. صحيح. بس هو بيبقى محتاج اصرار منك، محتاج متابعه والامثله كتيره يعني. يعتبر انا ممكن مثال، بس يعني في امثله افضل وفي امثله في كل المجالات، مش مثال بحث علمي بس، في كل المجالات الثانيه المصريين ناجحين. ليه؟ ان هو بيحدد الهدف ويسعى عليه بالطموح بتاعه وبالاصرار ان هو عايز يوصل لحاجه يعني. طبعا دكتور طارق، بعد التحيه خلينا نتعرف منك ونعرف الساده المشاهدين ازاي بدات رحلتك في كليه علوم المنيا لحد ما وصلت للولايات المتحده الامريكيه. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ جمانه. طبعا انا خريج كليه العلوم 2006 جامعه المنيا. بعد التخرج بتاعي تم تعيين معيد بكليه العلوم، فبدات طبعا مسار البحث العلمي في الجامعه. حصلت على درجه ماجستير من كليه العلوم 2011. فطبعا كان بعدها الطموح بدا يعلى ان انا محتاج اعمل دكتوراه، وان الدكتوراه لازم تكون من مكان يعني مكان اكبر، ونكون عايزين نحصل احتكاك بالناس بره. فبدات الرحله الاولى من رحله الدكتوراه في فرنسا. فبعد ما خلصت اخذت الدكتوراه 2016 من جامعه جرنوبل ألب بفرنسا، وكانت يعني دي درجه اول درجه من فرنسا في الجامعه عندنا او في كليه العلوم. وبعدها انتقلت على طول رجعت تاني جامعه المنيا ان انا هرجع بقى انول الخبرات اللي احنا اكتسبناها. فبدانا نقدم في مشاريع بحثيه وفي تطور ان احنا نعمل حاجه في الجامعه. واثناء المتابعه يعني حصلت على منحه اخرى في اليابان. فسافرت اليابان، بدات طريق المجال تاني في اليابان، مسار البحث العلمي. ومن اليابان انتقلت بقى للولايات المتحده الامريكيه، ودي كانت يعني الانطلاقه الحقيقيه في مسار البحث العلمي الخاص بيا يعني. صحيح صحيح. فكره طيب. المشاريع البحثيه كانت قويه يعني. صحيح. طيب دكتور طارق، عوده لقصه الجينات المصريه بالتاكيد من علوم المنيا ثم فرنسا ثم اليابان ثم الولايات المتحدة، أكيد قابلت جنسيات كتير جدا. كلمتني عن الجين المصري وأنه هو يقدر فعلا يعمل المستحيل، دلل لي أو يعني اشرح لي أو فسر لي ليه؟ يعني إحنا عندنا طبعا نماذج، ولكن من خلال رحلتك يعني تقدر تأكد المعلومة دي إزاي؟ هو الفكرة أن دايما المصريين بيبقى في حماس وفي غيرة. دايما احنا بنقول على الغيره المطلوبه او الغيره الطيبه، ان انت لما بتطلع مكان وبتشوف المكان اللي الامكانيات متاحه فيه، وبتشوف مثلا في حد مثلا جنسيه تاني موجود في المكان وهو كويس، فانت بتحاول عايز توصل لمستواه وعايز تعديه يعني، عايز توصل لاعلى منه. فانت بتبدا تشتغل على نفسك، وطبعا مع وجود الامكانيات فده بيساعدك، فبتلاقي نفسك انت ايه بتبدا توصل للدرجه نفس الدرجه اللي هو المستوى فيه وبتعديه كمان. هو احنا يعني دي مطلوبه دايما عندنا كمصريين، احنا عندنا دايما اللي هي الغيره والطموح جوانا يعني موجود، بس هو بيبقى محتاج بس ايه حد يحطك على التراك ان انت تبدا الطريق يعني.
طيب دكتور طارق، خلينا نعرف برضو منك ايه هي نوعيه الابحاث اللي اشتغلت عليها الفتره اللي فاتت؟ طبعا تركيزي كله على الابحاث ده، انا بندرس دور القنوات العصبيه في الحالات المرضيه والحالات الطبيعيه في الجسم، ان القنوات العصبيه هي منتشره في معظم خلايا الجسم وبتلعب دور مهم جدا في نقل التيارات العصبيه ومجالات كتيره جدا داخل الجسم، يعني هي اللي معظم الاعضاء بتشتغل عن طريق القنوات العصبيه. فطبعا كان الدور ان احنا عايزين ندرس هل في الصوره الطبيعيه بتشتغل ازاي، وبعدين لما بيحصل نوع او حاله مرضيه موجوده مثلا القناه دي بتتغير الوظيفه بتاعتها، طب ايه اللي حصل خلى القناه العصبيه دي الدور بتاعها اتغير؟ فبدانا التركيز كله على نوع من انواع القنوات العصبيه الموجوده في الكلى بنقول عليها ايناك او قناه الصوديوم الظاهريه. أيوة. ودي قناه مهمه جدا في موجوده في الكلى، ان هي بتساعد في الاستخراج او اخراج المواد الموجوده داخل الجسم خاصه ماده الصوديوم او الاملاح. فلقينا ان القناه بتلعب دور جدا في مرض ارتفاع ضغط الدم، ان هي بتحبس كميه الصوديوم داخل الجسم، فده بيؤدي ان بيخلي ضغط الدم بيرتفع. صحيح. تمام، فاحنا حاولنا نفهم الميكانيزم، هل القناه دي بتشتغل ازاي؟ الطبيعه بتاعتها بتشتغل ازاي؟ صحيح. انا يعني متفق معاك ان بالفعل كان في جهد كبير جدا في البحث ده، ويعني نتمنى يا دكتور ان احنا تتاح لينا الفرصه ان احنا نقابلك بشكل اكثر عشان نتعرف من خلالك على رحلتك البحثيه. بنشكرك وكل سنه وانت طيب بمناسبه اليوم العالمي للشباب، انت احد الشباب المشرفين على شاشه التلفزيون المصري. شكرا للدكتور طارق عبد العزيز، الباحث في جامعه تكساس في الولايات المتحده الامريكيه واحد النماذج المضيئه للشباب المصري.